السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزاد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على تصريحات فيصل فرحات البسكري، وين تكلم في وقتها والناس طاحوا عليه. في ذاك الوقت كان مازال كاين ذاك الخط هذاك، كان مازال ما تمحاش، طاحت عليه وهذا شكون وانت يا شكون وانت شك حاسب روحك وانت منا وانت من وانت من تعليه هدرت عليه. هذا فيصل فرحات هذا البسكري لعاب منتخب وطني، يعني وين قال باللي اللاعبين تاع المنتخب الوطني تمردوا على هذا المشرف في كارني كاميرون، وهذا قال لك وين بلايلي رفض اللعب في كان كاميرون واشترط اشراك بنجاح. شو كيفاش هو ولا هدرها ماشي حنا نهضروا فيها. هو قال لك انا كنت فماك وقال لك شفت وعرفت شكاين وما كان لا حراره لا والو، خاطش مام لي سيبورتر اللي كانوا فماك ما بغاوش يهضروا الحقيقه، لي سيبورتر اللي كانوا فماك ما بغاوش يهضروا الحقيقه. علاه ما بغاوش يهضروا الحقيقه؟ خاطش عندهم كانوا يدوروا نورمال في الاسواق، يعني في الكاميرون، وحنا نعرفوا باللي الكاميرون بلد مسالم تاع رياضة ربحناهم انزيرو فماك ما قايسو بالقرع ما والو، نورمال فرحنا جينا ربحنا انزيرو جينا. وين بشهر كان يقول لك باللي ستاد مشي مليح والحرارة وكلش ربحنا انزيرو، ما سمعنا لا حرارة لا ستاد لا لاربيت، ما هضروا على لاربيت ما والو. ديك الضربة الناس كاع نساوه، هذاك بوندو هذا كانوا يقول لك بوندو بدنا معاقب وداروا لنا وغادي نخسروا غادي نديروا هاي هاي هاي. العب ربحنا انزيرو معاه نورمال بنادم يربي بغي يكشف مولاه وصايك. هذا مكان كان والو. نهار لي اكسس قال لهم باللي يا ودي هربت له ميده اكسس، راكم حاسبين باللي في ما في اللعب في الخطه كلش هرب له. بصح اكسس على بالو شكاين، اكسس عنده حبيب وفي ليكيب ناسيونال يعطيه كلش من الداخل. انا نقولها لكم ونعاودها لكم، على بالو اش شكاين الداخل كل تربص على بالو شكاين حاجه اللي تصرى على بالو شكاين في غرف تبديل الملابس. والله يا اكسس لا على بالو واش كاين واش يصرى الداخل. هاي نعطيكم حاجه، نهار بوركينا فاسو لهنا تخلطت في قدامنا تبدا في لي فيستير تخلطت، بالك تعقلوا عليها تخلطت في لي فيستير قدامنا تبدا ودرنا دودو تخلطت. انا نقولها لكم ناس دخلت لعبه تزريع تال دوزيام بيتون باش خرجت ودخل في غولي، بالك تعقلوا عليها. كاين بزاف امور كاين بزاف صوالح. سمعوا انتم معنا السم جمال بالماضي في كان الكاميرون حدثت ضجة كبيرة جدا. كان معنا في قناة التحرير في حصة فورول تكلم فيصل عن جمال الماضي، عن بعض الأشياء التي حدثت هناك، وقال بالفم الواحد أن جمال الماضي مش قادر يتحكم في اللاعبين. طبعا هل بعد الضجة اللي صارت ندمت على كلامك أم مزت مصر على الكلام؟ جامي أنا عمري ما نقول كلمة ندم عليها، جامي دلافي في حياتي ما دام قلت راني متأكد جو سوي سير دو مو وبحضوري، موش قالوا لي انا شفت في التلفزيون، انا كنت في الكاميرون وانا كنت حدا البوندتوش وشفت الشيء اللي صار. شوف هضر الحقيقه، كملنا المقابله خرجوا معنا الجوار اللي هذا هز بي دافيون تاعو داير معنا قسما بالله غير داير لاشين ورايا زروقي وسي جماعة الجوار داير لاشين معنا باش نهزوا تيكم ورايحين لفرنسا وحنا راجعين للجزائر. كاش ما كانش عنده سيطره. واش قلت وقتها فيصل؟ واش قلت؟ قلت انا جمال الماضي مش قادر يتحكم في اللاعبين، مش قادر يتحكم، مش فكر عليه ما يقدش بالاخر. هذا سميه لي بلايلي، البلايلي قال لكم ما يلعبش بنجاح ما نلعبش. حنا قاعدين بعد ما ركونا البيت الاول ينوض السونترال تاعنا بن عمري سليماني بن عمري يلعب الديفونس. ديفونس بالعمري بالعمري جمال يا اخي كان بلاصون جمال ناض وقف ضرب بدون تعزب لحشاك طيش وقرب يقيسنا حنا وراح تخلى هذاك وبالماضي شاف هكا وسكت وخلي وتتحجج انت بالميديتي بالرطوبه. وين الرطوبه؟ كش ما كيف سقسيت على الرطوبه ابدا، كش ما واحد قال لك دخنا ومتنا. احنا من 10 تاع الصباح احنا لبرا
وبالرغم من اني ود منطقه الصحراء معناتها ممكن نقول مع دي زالجيروا دي زورانيه دي تلمسانيه كل الناس كل كيف واحد ما قال اعطوني قرعه ماء وانا اللي كيف ليش كنت وعلاش كي رحت ثم ربحت ما درت ما قلتش الرطوبه وكذا واصطاد هم سابغين اصطاد كلش كذب كلش كذب فاتتك هذيك المرحله هذيك اللي جوار تغاو عليه كان مسيطر علاش كي جا كي جا نحى وش اسمه ابراهيم نحاه ولا لا صح ومنحاش المانجير ولا منحاه نحاه يا اخي وياسر نحاه مثلا لان دار ثم لي بوين نوار تاعو تطاف كي جا هنا بدا يسطرب فيه نحاه ما كذبناش احنا قلنا الحقيقه قلنا الحقيقه كلش حاضرين عليه بالماضي كيسكو سي بالماضي بالماضي بور موا انتهى غير الناس برك ايه بالماضي يسيكوها بالماضي من عاد يدخلوها في الامور السياسيه ودار يدخل روحه في تنصيب الرؤساء الاتحاديات خلاص اللي فوت فيه اني بلي كونسونتري على الفوتبول هاك شوف درك تونس لعبنا معاها ولا واش دارت فينا ومازال واش داروا كيسكي لا في بالماضي يدي 5 ولا 6 مليار بار موا واش دارنا ديسكالي في ملكوب دافريك ولا لا صح ديسكالي في ملكوب ديمون علاش نخليها وشو هذا نبي كيسكي واش دارنا 34 مقابله بدون خساره برا تو نطلع التضامن ولا عشاش عام الجاي باذن الله بدون خساره برا لستون بيفك عليك هذا مش حديث خلاص انا جبتك كونترينور لوبجيكتيف لا كاليفيكاسيون كوب دافريك كوب دي موند ما كانش تخرج على روحك علاش راك تضحى في لي زونترينور درك الكوكي وجا ما دارش دي بون ريزولتو نحوه ولا لا صح نحوه قداش واحد يطبق على هذا ولا علاش هذا او وزير السعاده وزير حوشكم اعطيني هنا 5 ملاير ومن بعد قول لي ياك مش وزير طراشو سي با زار لو فوتبول كيجي بان اونترينير لوبجيكتيف لازم اتان لوبجيكتيف جبتك باش تروح للكوب دافريك كوب دي موند ما كانش السلام عليكم واش طلعت لي انت حتى يقول لك على الجوار تاع اللي يلعبوا المحليين تصبطي فيهم ما هي با نيفو هذا او تيريا عموره من نخرج حليش من نخرج بالكلام مومو تاع سطيف جابو هم يخرجوا هادو هم يخرجوا مالك عمورة من خرج عمورة كسر خير راخو كسموه كسر خير راخو راطاه فرصة كسموه تاعنا اسمو يا ربي سم قدي بو قرا تاع فرصة واو لله هاو سمعوا مليح هاو نتوما حاسبينها سهلة ولا هذا بنادم لازم الناس تعرف هذه هي لازم واحد لازم بزاف صوالح بزاف قعدت انت يا قعدت من ولا بخير كاش لازم الناس تفيق قعدوا غير كيما كندورو حنا ولا ولا لازم الناس مابقاش هذا العاطفة هي اللي هدت منتخب وطني الجزائري العاطفة والله لا هي اللي هزت منتخب وطني الجزائري انا نقول لكم
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله ديما معكم بجديد. اللي مشي ابوني يابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا.